الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، اكيد هنرد فيها عن كل الاكاذيب والشائعات المغرضة وحالة الحرقان اللي لسه موجودة لدى البعض بالرغم من مرور اكتر من 24 ساعة او اقل قليلا، الا ان في حالة من الحرقان والاكلام موجودة لسه لدى البعض، وبنصحهم بيه كده كومب، لكن صلى على الحبيب في الكومنتات ولايك يا بيه عشان نوصل لاكبر عدد من مشاهدينا ومتابعينا. وتعالى نروح لاول فقرة معانا مع علي لولو سينسين. علي لولو سينسين اللي بيقول في تصريح على لسان احد رؤساء الاندية اللي هتهبط باذن الرحمن، نادي مفوتاتي كلكم عارفين ولاد العم، هذا النادي باذن الله يهبط السنة دي. رئيس النادي بتاعه بيقول لك ايه بقى؟ قال لك الاهلي مدعم اندية فاركو والبنك واسترن بلعيبة مميزة، ولما جينا نطلب منه لعيبة رفض. ايها الكذوب الاشر، ايها الكذاب الاشر، يا راجل يا كذاب يا ضلالي، ده انت طلعت على الهوى بنفسك وقلت ان الاهلي ورئيس الاهلي، وشكرت رئيس الاهلي وشكرت المهندس خالد مرتجي ان هم وافقوا ان هم يدوا لك لعيبة، وعلى لسان لجنة الكرة عندك في النادي بتاعك اعلنوا ان الاهلي وقف جنب ناديك، لكن قالوا لك اقنع اللعيبة. انت ما بتعرفش تقنع، انت ما بتعرفش تعمل حاجة غير انك تتكلم في الفاضي والمليان وبس. نادي الاهلي اللي قال لك خد اللاعب اللي انت عايزه بس اقدر اقنعه ومش عايز منك فلوس، وبعد ده كله تطلع تقول الاهلي ادى البنك وادى مش عارف مين وادى مين وادى مين ولحد عندك مش راضي. مش بس كده حضرتك، لا ده بيتهم النادي الاهلي انه بكده بقى ليه 3 فرق في بطولة الدوري المصري الممتاز، يعني تحت مسمى كده تفوت ضمني. ما لما الاهلي يبقى ليه لعيبة في البنك، البنك لما يجي يلعب الاهلي اللعيبة دي هتفوت للاهلي، استرن لما يجي يلعب الاهلي اللعيبة دي هتفوت للاهلي. عزيزي المشاهد، رئيس النادي ده بيتعامل ما يسمى ب نقط تلهيك واللي فيها تجيبه فيك. حط بقى مكان نقط دي الكلمة اللي انت عايز تحطها، الكذا تلهيك، المفوتات يلهيك، والتفويت اللي فيه يجيبه فيك، يجيبوا فيك. ده انت يا راجل، ده انت بتفوت للنادي بتاع ولاد العم بتوعك دول، بتفوت بمنتهى البجاحة، محدش بيطلع يكلمك، ومفكرين ان انتوا لما تفوتوا كده انت هتضروا النادي الاهلي. لا والله، الاهلي عمره ما يتضر، واللي معاه ربنا عمره ما يتضر. خلي النهاردة ابن عمك ينفعك، خلي الفريق اللي انت كنت بتفوت له طوال تاريخك وجمهورك مبسوط ان هو بيفوت له، خليه يفوت لك بقى ماتش الدور التاني، 3 نقاط اهو، يمكن يسندوك شوية، يمكن يطلعوك من معمعة الهبوط شويتين، لكن اياك ثم اياك انك النهاردة يا بتاع الهبوط واخد بالك تطلع تغلط في اسيادك، واللي فيك التفويت اللي فيك والندالة والنطاعة اللي فيك تجيبها في اسد افريقيا وكبيرها وملكها المتوج. طيب، في واحد اسمه الفخراني، الفخراني ده واحد ادمن في صفحات كبيرة للنادي المنافس. فخراني بعد ما قالوا على الاهلي بيخاف من بيراميدز والاهلي بيخاف من الهلال والاهلي مش عارف ايه، قال احنا خايفين من بيراميدز، ما دام انت حلو قوي كده ما تلعب الكاس القديمه بقى، ثم اكبر دلع انها نتيجه غير اعتياديه اتجدد لموسيماني بعدها بساعه. ليه؟ لانه حدث تاريخي لا يحدث الا بحكام مصريين. بص ايها المعتوه البليلاوي اللي تحت مسمى الفخراني، بص يا فيخو، لو رجعت بالذاكرة هتكلم عن ناديك الاول وبعدين هتكلم على بيراميدز. لو رجعت للذاكرة، التاريخ بيقول ان ناديك نادي الزمالك لا يكسب الاهلي عبر التاريخ في افريقيا، في بطولات افريقيا لم يكسب الزمالك الاهلي الا مرة واحدة، مرة يتيمة، وكانت على يد المرتشي الفاسد بيتروس ماتابيلا. هذا المرتشي اللي طرد كابتن محمد يوسف بالرغم ان كانت فاول لمحمد يوسف، راح طرد محمد يوسف، وانتوا عارفين الباقي بقى. على رأي احمد مجاهد، ليس كل ما يعرف يقال. فانت لو هتتكلم على الحكام الاجانب، بص مواجهاتي معاك بالحكام الاجانب في ماتشات القمة بعمل فيك ايه، وبص الماتشات افريقيا بعمل فيك ايه. تعالى بقى البيراميدز، هو بيراميدز اللي انت بتتكلم عنه ده انا لسه لبه مبارح ولسه ملبسه 3، ده رقم 1. رقم 2، هخاف منه على اساس ايه؟ يعني ايه بينه يخوف؟ يعني المفروض انا كنادي اهلي
ثالث العالم للانديه وبطل افريقيا مرتين ورا بعض وبطل الدوري 42 مره وباذن الله السنه تبقى 43. هخاف من الزمالك من بيراميدز ده على اساس ايه ايها الجهول ايها الجاهل؟ هخاف منه على اساس ايه؟ قول لي اديني اماره يا ابو خمسه. يعني النهارده ابو خمسه بيدافع عن ابو ثلاثه، ابو خمسه بيدافع عن ابو ثلاثه، وابو اربعه بيقول لك الاهلي بقى له ثلاث فرق في الدوري. والله العظيم انتوا مالكوا يعني مالكمش كرامه. في مجموعه كده من الجماهير، مش كل الجماهير اكيد، في مجموعه من الجماهير كده بيقودوا هذا الفيخو، ما عندكمش اي حاجه تعني الكرامه، ما تعرفوش يعني ايه كرامه. بالنسبه لي تجديد موسيماني، عايز اقول لك من ضمن الكواليس موسيماني التجديد بتاعه الاتفاق على كل البنود خلصان من 5 ايام، الاتفاق على كل البنود خلصان من 5 ايام. وما حدث بعد المباراة كان تجديد توقيع، اللي حصل بعد المباراة هو التوقيع فقط لبيتسو موسيماني قبل السفر الى مواجهة ماميلودي سانداونز. تعال نروح لواحد من الناس المحترمين، كابتن محمود فايز اللي كان موجود في الجهاز بتاع هيكتور كوبر، نزل صورة ليه مع بيتسو موسيماني. انا بحب الراجل المحترم محمود فايز ده، من الناس المحترمة واللي بتتعامل باحترافية كبيرة جدا. قال ايه كابتن محمود فايز لبيتسو موسيماني؟ قال له وجودك في بلدنا مش مرتبط بعقد سنة ولا سنتين، لانك دخلت التاريخ المصري من اوسع ابوابه بعملك وانجازاتك من اول يوم ليك في مصر، وانا كنت داعم لمشروعك لاسباب انسانيه قبل المهنيه والاحترافيه اللي محدش يختلف عليها، وان الكره ما تعرفش جنسيات ولا اعراق، انت انسان جميل ومتواضع وبسيط وطيب، وفوق كل ده كوتش كبير قوي. ببساطه انا بحب المستر بيتسو. ده كلام المحترم كابتن محمود فايز. يا جماعه عبد الله السعيد بقى زيه زي ابننا محمود علاء. صحيح صحيح، محمود علاء محمود علاء في حته تانية في قلوب كل الاهلاويه، وعمر ما حد هيجي ياخد مكانك يا محمود يا علاء ابدا ابدا. لكن ما فعله عبد الله السعيد انه يمنح النادي الاهلي الهدف الاول لمحمد مجدي قفشه كاسيست عالمي ما يقلش باي شكل من الاشكال باسيست محمود علاء، وليس في قيمه اسيست محمود علاء، لان اسيست محمود علاء جاب لك بطوله اسمها دوري ابطال افريقيا ووصلك كاس عالم للانديه، انما اسيست عبد الله حيالله 3 نقاط، لكنه برضو يظل من الداعمين للنادي الاهلي في بطوله هذا الموسم. طيب تعال نروح للاعلام الاماراتي ونشوف الاماراتيين قالوا ايه عن فوز النادي الاهلي على بيراميدز، اللي بالرغم نادي بيراميدز الملك بتاعه هو السيد سالم سعيد الشمسي مالك بيراميدز اماراتي. استاذ عبد الله عامر عبد الله المري المعلق اللي كان موجود في مباراه الاهلي والهلال السعودي ماتش الثالث والرابع، قال بعد ماتش بيراميدز عشاق الاهلي المصري قرات لهم عده تغريدات عن تراجع مستوى الفريق، وحينما شاهدت جدول ترتيب الدوري وجدت اقل الفرق لعبا ولا زالت لديه مؤجله، وفاز في 9 مباريات وتعادل مباراه فقط ولم يخسر اي مباراه. هذا الجمهور لا يرضى الا بكمال الاهلي، ولا نعلم من محظوظ بالاخر، النادي بجمهوره ام الجمهور بناديهم حاله متفرده. حاجه جميله انك توصل لاخواتنا واشقائنا العرب والخليجه والافارقه ان هم يتباهوا ويتفاخروا، والكيمستري او العلاقه المحترمه اللي بين النادي والجمهور. النهارده تقدر تقول يا بخت النادي بجمهور الاهلي، ويا بخت الاهلي بجمهوره، ويا بخت جمهور النادي الاهلي بالاهلي كمان. هي علاقه طرديه، هي علاقه متساويه. النادي الاهلي اي مشجع اهلاوي يرفع راسه لفوق ويقول لك انا اهلاوي بكل فخر، انا اهلاوي بكل فخر. واذا نظرنا للنادي الاهلي فهتلاقي كل لسان حال ادارات النادي الاهلي المتعاقبه عبر العصور والاجيال المختلفه والمتباينه، هتلاقيه بيقول لك نمبر 1 نمبر 1 هو جمهور النادي الاهلي. فهنا العلاقه احترام ما بين الطرفين، لا الجمهور يقدر يستغنى عن النادي ولا يقول لك انا اللي عملت النادي، ولا النادي يقول لك انا اللي عملت الجمهور، الاثنين في مستوى واحد يا استاذ عامر عبد الله المرتي. رمضان صبحي وندم رمضان صبحي، ولا يفيد الندم على اللبن المسكوب يا رمضان. اعتقد او اكاد اجزم ان رمضان لما بيقعد مع نفسه كده ويشوف بطولات النادي الاهلي
بيعاتب نفسه بدل المرة مليون مرة. رمضان اللي أكيد وهو بيوجه اللوم لنفسه أكيد في مرة من المرات وجه اللوم لمن ساعده وسانده ووجهه من أجل التضحية بنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي من أجل ملايين وأموال بيراميدز. قرصة ودن كانت شديدة لكن لا مفر، خلاص سبق السيف العزل، خلاص رمضان اختار طريقه والأهلي اختار طريقه وماشي وبيدهس زي القطر أي حد بيقف في طريقه. النهاردة كان الأخ والله الراجل ده أنا بطالب كل الأهلوية أنها تدعيله أنه ربنا يخليه لنا يعني، وأنه مصدر السعادة والسرور في حياتنا. كابتن خالد الغندور، خالد الغندور كان مستضيف السيد حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني. طبعا خالد الغندور له حاجات كده عبقرية، بيفكرنا دايما زي طارق يحيى كده لما كان بيسأل مثلا لاعب يقول له انت متجوز بقالك قد ايه، فيقول له مثلا شهر، فيقول له المدام جابت ولاد ولا لسه، فاهم انت الأسئلة اللي هي الجميلة دي بتدل على عبقرية الشخص اللي قاعد. فخالد الغندور كان بيسأل الأخ حازم مصطفى رئيس نادي المريخ، قال له أنا سامع أن أنت أهلاوي وفضلت أهلاوي لحد سن 12 سنة، قال له لا ولحد دلوقتي ما زلت أهلاوي، قال له دي حاجة في القلب ولا عشان مامتك عيلتها أهلاوية، قال له كلهم أهلاوية، قال له مفيش ولا واحد زملكاوي، يعني مفيش كده حد في العيلة يعني ضل الطريق، يعني العيلة كلها خلاص عارفين ان هم اهلاوية، قال لك اه كل العيلة اهلاوية ما عدا اولاد عمي معظمهم زملكاوي، واخد بالك. فخالد الغندور قال له ده انت سوداني مصري بقى، هو اصلا امه مصرية وابوه سوداني، يبقى سوداني ايه؟ سوداني مصري مش سوداني مقشر. الله العظيم دلاتة انا بسمع حاجات وبشوف حاجات الواحد شعره هيقع من كتر الضحك. كفاية كده يا جماعة، خلاص الواحد اقرع، احنا قرعينا يا خالد غندور من اللي بنشوفه منك وبنشوفه من الاخ طارق يحيى، الله يمسيكوا بالخير ويديكوا الصحة يا رب، ويدي للي حطوكوا في المكان بتاعكوا ده الصحة، لان انتوا مصدر للسعادة والسرور في قلوب كل المصريين. امبارح جمهور النادي الاهلي كان له هتافات زيه زي اي جمهور النادي الاهلي، اللي في البداية لازم اوجه التحية لكابتن احمد شوبير رائد الاعلام الرياضي في مصر. كابتن شوبير اللي اتكلم عن حاجة مهمة جدا ما اعتقدش ان في اي اعلام في مصر يجرؤ ان هو يتكلم فيها، واتمنى ان كابتن شوبير يتحدث عنها ايضا في القناة، هو اتكلم عنها في الراديو لكن اتمنى انه يتكلم عنها في القناة عشان المستمعين اكتر او المشاهدين اكبر. كابتن شوبير قال ان جمهور النادي الاهلي يا جماعة ما عملش حاجة، جمهور الاهلي قال هتافات طبيعية جدا، طبيعية جدا، بصوا في اوروبا وبصوا اللي بيحصل في اوروبا، واللعيب لما بيمشي من، انتوا ما شفتوش لويس فيجو حصل له ايه لما انتقل من برشلونة لريال مدريد؟ ما شفتوش حصل له حصل فيه ايه؟ ما شفتوش؟ ارجعوا لأوروبا وشوفوا الماتشات بيحصل فيها ايه؟ ده فيه هتافات بتبقى هتافات عنصرية، ومع هذا الموضوع بيمشي، لكن جمهور النادي الاهلي ما عملش حاجة. ويا سيد اللعب اللي بيتأثر، يا اما تحط ودنة في قطنة في ودنك، يا اما متلعبش، ما انت بتاخد ملايين قد كده. وانت النهاردة نفترض مثلا فريق بيراميدز ده لعب في المغرب او في الجزائر او في تونس، والجماهير مسكتك من اول الماتش لحد ده لحد صفاره الحكم هتافات واهازيج و و و و و، هتطلع بره تركيزك؟ يبقى انت مش لعيب كوره، يبقى لما اخذ اشوف لك اعلان وروح اشتغل، انت مش بتاع كوره. النهارده المخرج لما قلت لك امبارح الهدف من كتم صوت المباراه ان اوصل ايحاء للمسؤولين ان جمهور الاهلي بيغلط، ان جمهور الاهلي بيشتم، عشان اوقع عليه عقوبات ايقاف وحرمان. وهنا السؤال للمسؤولين، وعايز اقول لك برضو النهاردة الصبح في اذاعة الشباب والرياضة الصحفي والمعلق الاستاذ اشرف محمود كان موجود مع المذيعة الكبيرة نجلاء حلمي، مش مي حلمي، لا نجلاء حلمي، مي حلمي دي حمادة تاني خالص،
فكانوا بيتكلموا على ان طالما المخرج كتم الصوت يبقى في مشكله في الملعب، طالما المخرج كتم الصوت يبقى جمهور الاهلي كان بيغلط ولازم يتحاسب. يا جماعه انتوا سمعتوا الماتش، انتوا كنتوا موجودين في المباراه، انتوا كنتوا موجودين في المباراه. انا اتحدى مخرج المباراه، والله ما اعرف اسمه ايه ولا عايز اعرف اسمه ولا يشرفني اعرف مين هو، اتحدى مخرج المباراه يطلع علينا الشريط الاصلي للمباراه ويسمعنا اي هتافات خارجه من جمهور النادي الاهلي. ولكن انا بقول لك اهو الفتحه اتقرت على جمهور الاهلي اللي حضر ماتش بيراميدز، وهيكون في عقوبات قد تصل لحرمان الجمهور اللي حضر في الماتش من حضور المباريات لنهايه الدور الاول، لنهايه الدور الاول. يعني النهارده احنا بنلعب في الاسبوع ال11، فاضل 6 ماتشات. وهنا السؤال لرابطه الانديه، هل هتساوي بين جمهور النادي الاهلي اللي ما غلطش اصلا، اللي ما غلطش اصلا، يعني ما قالش رمضان ايه مش عارف ايه امه ايه ابوه، ما غلطش في ابوه ولا في امه الفاضلين، ما غلطش فيهم ولا غلط في رمضان بالفاظ خارجه. ايه يعني ايه لم ايه يعني لما الجمهور يطلع كل واحد 5 جنيه 20 جنيه جنيه ويقول لك الفلوس اهي الفلوس اهي، يعني هم كذبوا؟ ما هي دي فلوس، هي دي فلوس، ولا دي بطاطس فلوس، ولا دي بليله فلوس. لما اقول رمضان بطاطس هي رمضان فيها ايه، فيها ايه؟ هل المقصود بها رمضان صبحي؟ الله اعلم، كل واحد بقى بنيته، هتخش في نيه الناس. هل هتساوي ده بجمهور الاسماعيلي اللي رفع الجزمه في وش لعيبه الاهلي واداره الاهلي واللي سب لعيبه الاهلي في الماتش وانت وقفته لنهايه كاس الرابطه؟ هل ينفع؟ اتمنى من رابطه الانديه المحترمين يعني بالراحه شويه علينا، عشان الموضوع مش ناقص، الموضوع مش ناقص. سلام عليكم.